السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من سلسلة لقاءات مغررة الإحصاء التحليلي. واليوم إن شاء الله نتناول الباب الثاني الذي سوف يتحدث عن المتغيرات العشوائية والتوزيعات الاحتمالية. تحدثنا في اللقاء الأول والثاني عن الاحتمالات، وفي الاحتمالات قلنا عرفنا علم الإحصاء، وقلنا علم الإحصاء علم يهتم بعملية جمع وتنظيم وعرض البيانات ثم تحليل البيانات، وهذه أخذنا منها الإحصاء التحليلي. وقلنا الإحصاء التحليلي هو علم هو علم يعمل الهدف الأساسي فيه هو المجتمع، لكن نحن نستنتج معلومات المجتمع عن طريق العينة ثم تحدثنا عن قواعد الاحتمالات، وقلنا اللي هي قاعدة الجمع الاحتمالات، وقلنا هذه القاعدة استخدمها إذا كان عندي اللي هي حوادث مركبة حادثتين، وقلنا في هذه الحالة نستخدم القاعدة اللي هي إذا كان الحوادث متنافية بيكون عندي احتمال ح س ص ح س زائد ص في حالة الاتحاد بيساوي احتمال س زائد احتمال ص إذا كان الحادثتين متنافيتين. أما إذا كان الحوادث غير متنافية فإن القانون بيكون ح س زائد ص بيساوي ح س زائد ح ص ناقص ح س ص. وطبقنا على مثال أو مثالين، واليوم إن شاء الله نحاول ندخل في موضوع المتغيرات العشوائية اللي هي تمثل عندنا الباب الثاني. في المتغيرات العشوائية أول حاجة بقول تنقسم المتغيرات العشوائية إلى نوعين، وهذا يمكن يكون موضوع سؤال في الاختبار. تنقسم المتغيرات العشوائية إلى نوعين، هما أعطيك مجموعة من الخيارات من ضمن هذه الخيارات اللي هي متغيرات عشوائية منفصلة سميها المتقطعة، المنفصلة تسمى بالمتقطعة سميها ديسكريت، واثنين المتغيرات العشوائية المتصلة. إذن الإجابة على هذا السؤال هي تنقسم المتغيرات العشوائية إلى قسمين، تنقسم المتغيرات العشوائية إلى قسمين هما قلنا واحد سميناه ب المتغيرات العشوائية، واحد سميناه المتقطعة، هذا النوع الأول. والنوع الثاني هيكون نسميه بالمتصلة، هذا أول سؤال ممكن يجابلنا في الباب الثاني، المتصلة. هذه المتصلة تسمى بالمستمرة، يعني كلمة المستمرة هي نفس المعنى، المستمرة، المتغيرات العشوائية المستمرة سموها كده في بعض المحل الكتب، يعني عندها اسمين إما أن تكون متصلة أو تسمى بالمستمرة. والنوع الأول المتقطعة أو بسموها المنفصلة، المنفصلة. إذن هذا هو أول سؤال، قلنا تنقسم المتغيرات العشوائية إلى قسمين، المتغيرات العشوائية المتقطعة والمتغيرات العشوائية المنفصلة. طيب نشوف النوع الأول، المتغيرات العشوائية المتقطعة هي التي تأخذ قيم صحيحة، يعني ما فيها كسور، زي أعداد الطلاب، مثل أعداد الطلاب، عدد السيارات، عدد العمال، يعني ما ممكن أقول عندي طالب ونص أو هذه القاعة الآن فيها طالبين وربع، ممكن يقول كده أكثر، هذا يسمى بالمتغير العشوائي المتقطع. تعريفه بقول المتغير العشوائي المتقطع هو الذي يأخذ قيما صحيحة، لما نقول قيم صحيحة معناها كسور ما في، ممكن تكون أرقام بالسالب لكن كسور ما في، واضح؟ النوع الأول. مثال يعني في الاختبار بقول لك من أمثلة المتغيرات العشوائية المنفصلة بين قوسين المتقطعة، أعطيك مجموعة من الخيارات، أقول لك مثلا أسعار السلع، أقول لك مثلا الوزن، أقول لك الطول، وأعطيك معهم عدد
السيارات او عدد الطلاب او عدد الجامعات او عدد المساجد، هذه كلها تمثل متغيرات عشوائيه متقطعه. اي متغير تحس انه لا يمكن ان يكون فيه كسور يسمى متغير عشوائي متقطع. واضح يا شباب؟ يسمى بالمتغير العشوائي المتقطع، مفهوم؟ هذا النوع الاول ياخذ قيم، زي مثلا عندنا مثل زهرة النيل مع ممكن تكون سالبة، ممكن تكون قيم سالبة لكنها تكون كسرية، ممكن تكون قيم سالبة لكن غير كسرية، كسور بس ما في. تمام؟ اذا قلنا مثال انا قلت عدد السيارات وقلت عدد العمال، قلت عدد طلاب المدارس، قلت مثلا عدد المساجد، عدد الجامعات، هذه كلها أمثلة. ثاني مثل متغير عشوائي متقطع، يا الله شباب متغير عشوائي متقطع مثل مثال عدد المدارس. تمام، عدد المدارس. ثاني الجامعات، المساجد، السيارات، هذه كلها أمثلة. واضح شباب؟ إذن هذه ممكن يكون فيها سؤال أقول لك من أمثلة المتغيرات العشوائية المتقطعة، أعطيك مجموعة من الخيارات من ضمنها حيكون في واحد من الخيارات هذه هو الإجابة الصحيحة، مثلا عدد السيارات، عدد الطلاب، عدد الجامعات، عدد المساجد، هذه كلها ممكن تكون بمعنى المتغير العشوائي المتقطع. بياخذ قيم سين، سنبقى مرزوب عشوائي حرف مرزوب الرمز سين، سين بياخذ قيم 1 2 3 4 5 6 إلى ما لا نهاية. طيب الحين أبغى أعرف هل المتغير العشوائي في زهرة النير يمثل المتغير العشوائي المتقطع؟ زهرة النير هل المتغير العشوائي بالنسبة لزهرة النير سين يمثل متغير عشوائي متقطع؟ ولماذا؟ نعم متغير عشوائي للنير، لكن لماذا؟ ليه متقطع؟ لأنه يأخذ قيم لا يوجد فيه كسر، يعني كل القيم اللي عندي إما الواحد أو الاثنين أو الثلاث أو الأربع أو الخمس أو الست، كسر ما في، عشان كده نقول متغير عشوائي متقطع. طيب النوع الثاني من أنواع المتغيرات العشوائية سميه بالمتغير العشوائي المتصل، سميها المتغيرات العشوائية المتصلة، لأن قوسين قلنا نسميها المستمرة، وهذه المتغيرات التي تأخذ قيم تقع داخل فترة. بقول مثلا يا أخي أنا مثلا يعني تحدث فترة زمنية مثلا معينة، يعني حاجة فيها فترة، يعني مثلا القيم المحصورة من 0 و 1، من 0 إلى 1، طبعا في كسور كثيرة جدا من 0 و 1، هذا ما يسمى بالمتغير العشوائي المتقطع، يعني شوف سوري المتصل أو المستمر، بيكون فيه كسور زي مثل اللي هو العمر، انا بقول عمري مثلا 40 سنه وستة شهور بوينت، عملت بوينت معناه على طول هذه كسر. الزمن اقول الساعه الان مثلا 9.58، 9.58، اذا في بوينت في كسر. مثلا الطول انا ممكن اقول طولي 1.65، 1 متر و 65 سنتيمتر. الوزن ممكن اقول وزني 80 كيلو و بوين حاجه جرامات. اذا الاشياء اللي فيها كسور تسمى بالمتغيرات العشوائيه المتصله، برضو لازم نفرق فيها، لانه هنا يا اخواننا موضوعين، ممكن يكون عندي سؤالين او سؤالين في هذا الاتجاه. السؤال الاول يختص بامثله المتغير العشوائي المتقطع، والسؤال الثاني يختص بامثله المتغير العشوائي المتصل. طيب من الأمثلة ثاني أنا قلت العمر والزمن والطول، أعطوني مثال.
مثال لمتغير عشوائي متقطع. الوزن نعم الوزن يدخل معنا تمام. نعم ثاني الوزن معنا. درجة الحرارة نعم ثاني ثاني يا شباب. المسافة تمام. الأسعار يا إخوانا متغير عشية منقطع ولا مستمر ولا متصل؟ أسعار السلع نعم متصل. نعم أسعار السلع لأنه سعر ممكن يكون سعر هذا الجوال 2000 بوينت حاجة يكون فيه بوينت. طيب إذا كده عرفنا نفرق بين المتغير العشوائي المستمر والمتغير العشوائي المتقطع. أي سؤال؟ لازم نفرق بينهم الاثنين لانه زي ما قلت لك ممكن يكون في موضوعات اسئله الاثنين. اي سؤال؟ ما في. طيب نشوف الداله الاحتماليه. الداله الاحتماليه طيب اذا كنا بسبب متغير عشوائي متقطع طبعا احنا هنتكلم عن المتقطع الحين فان الداله في هذه الحاله تسمى بداله الاحتمال اسمها داله الاحتماليه او بيسموها داله الاحتمال. لكن لما كنا ندرس متغير عشوائي متصل تسمى بدالة الكثافة الاحتمالية. إذن لازم نفرق بين دالة الاحتمال ودالة الكثافة الاحتمالية. الاحتمال مع المتغير العشوائي المتقطع، الكثافة الاحتمالية مع المتغير العشوائي المتصل تمام. إذن إيش هي دالة الاحتمال؟ دالة الاحتمال أو الدالة الاحتمالية هي علاقة بتربط، هي عبارة عن علاقة تربط بين قيم المتغير اللي هي حاء س والقيم الاحتمالية المقابلة لها، والقيم الاحتمالية المقابلة لها بسميها بالدالة الاحتمالية على غير ارتباطية. يعني مثلا أنا عندي مثلا في زهرة النير عندي المتغير العشوائي س وعندي هنا حاء س. لما أكتب كده حاء س معناها القيمة الاحتمالية لس نفسها. طيب لو كان زهرة النير واحد القيمة الاحتمالية للواحد يعني احتمال ظهور الواحد كم؟ معناها حيكون واحد على ستة لأنه واحد من ستة أرقام، هذه القيمة الاحتمالية. ولو قلت الرقم اثنين كم القيمة الاحتمالية؟ برضو واحد على ستة لأنه الاثنين تظهر مرة واحدة من ستة مرات. ولو قلت ثلاثة برضو احتمال ظهوره واحد مرة واحدة من كم؟ من ستة. ولو قلت أربعة برضو احتمال ظهوره مرة واحدة من ستة، أربعة برضو بيساوي واحد على ستة. كذلك الخمسة برضو بيساوي واحد على ستة. وآخر حاجة في زهرة النير هي الستة كذلك ظهورها برضو تظهر مرة واحدة في زهرة النير من كم؟ من ستة، هي برضو حتكون واحد على ستة. العلاقة بين كل قيمة احتمالية، هذه القيمة الاحتمالية مع المتغير، قيمة المتغير هذه مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا، الأربعة مع هذا والخمسة مع هذا والستة مع هذا، هذا ما يسمى بالدالة الاحتمالية أو بسموه التوزيع الاحتمالي. سموه إيش؟ التوزيع الاحتمالي. يعني أنا كأني عملت ارتباط بين كل متغير، قيمة المتغير مع القيمة الاحتمالية المقابلة. الواحد مقابل له كم؟ الاثنين كم يقابلها؟ الثلاثة كم يقابلها؟ كل قيمة عندها احتمال، كل قيمة لها احتمال. هذه العلاقة تسمى بالدالة الاحتمالية أو تسمى بالتوزيع الاحتمالي. علاقة التوزيع الاحتمالي. مفروض مجموع بعد شوية مفروض أعرف أن مجموع القيم الاحتمالية في هذه الدالة مفروض تساوي واحد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة على ستة بتساوي واحد. تمام؟ إذن هذا ما يسمى بجدول التوزيع الاحتمالي. جدول هذا يسمى بجدول التوزيع الاحتمالي في أي اختبار موجود. أي اختبار لازم يجيب جدول بتاع توزيع احتمالي. لازم تعرف الجدول كيف يتم. تمام؟ إذن نحن الآن عرفنا إنه دالة الاحتمال لازم بها علاقة ارتباطية بين كل قيمة والقيمة الاحتمالية المقابلة. ثم بعد ذلك عملنا مثال على هذه القيم. السؤال الممكن يكون في الاختبار يكون كالآتي.
التوزيع الاحتمالي بقول لك هو عبارة عن جدول زي ما عملنا الحين بالقيم الممكنة للمتغير عشوائي س واحتمالاتها، أو ممكن أقول الدالة الاحتمالية هي علاقة بين قيمة المتغير س واحتمالاتها ح س، علاقة بين س وح س. يعني في الاختبار ممكن أكتب لك كلام ثيوري أقول لك هي عبارة عن علاقة بين قيمة س واحتمالاتها ح س، أو ممكن أكتب لك كده أقول لك الدالة الاحتمالية هي علاقة بين س، وهنا أعمل لك مع داش أو فاصلة، هنا أكتب لك معاه مين ح س. من ضمن الخيارات تكون هذه العلاقة موجودة، وهذه هي العلاقة الصحيحة، إنه الدالة الاحتمالية هي عبارة عن علاقة بين س مع مين مع ح س، يعني بين قيم بالعربي، بالعربي معناه علاقة احتمالية بين قيم المتغير س والقيم الاحتمالية المقابلة لها. واضح شباب؟ هذا بيهمنا في هذا الموضوع، يعني شغلنا هذا بيهمنا فيه، هذا التعريف بالقلم الأحمر هنا اللي هو س علاقة بين س وح س. يعني في الاختبار ممكن أكتب لك كذا علاقة بين، أعطيك من ضمن الخيارات هذه س وح س صحيحة، أو أعطيك لك كلام ثيوري نظري أقول لك الدالة الاحتمالية هي علاقة بين قيمة المتغير س واحتمالات ح س، يعني ممكن تكون بهذه الصيغة أو تكون بهذه الصيغة كلها صح، هذه أو هذه. واضح شباب مفهوم الدالة الاحتمالية؟ واضح. طيب عندنا التوزيع الاحتمالي، وأي توزيع احتمالي قلت هو الاحتمال المقابل لكل قيمة من قيمة المتغير عشوائي س تأخذ القيمة بين صفر والواحد. طبعا أي قيمة احتمالية معروفة محصورة بين صفر والواحد، هذا مقدمين عليه أصلا، أي قيمة احتمالية دائما محصورة بين صفر والواحد، لأن احتمال بالسالب ما في، واحتمال أكبر من الواحد ما في. أنت لو بعدين حليت حل ظهر لك الحل بتاع الاحتمال حق، أي حاجة فيها حق ظهرت لك بالسالب معناه شغلت فيها أخوي خطأ. أي حاجة أي احتمال أنت حسبت قلت حق مثلا متزوج، احتمال أنه متزوج تمام، قلت بيساوي مثلا 15 على طول، هذا خطأ، لازم يكون بوينت، لازم يكون قطر، أي احتمال لازم يكون عبارة عن قطر. فإذا أنا عندي شرطين لازم يتحققوا في جدول التوزيع الاحتمالي. الشرط الأول إنه أي قيمة احتمالية محصورة بين الصفر والواحد، هذا هو الشرط الأول. أناظر القيمة الاحتمالية مكان فيه حاسين، يعني أنا بعدين بعطيك في الاختبار بقول لك هذه س ح س تمام، هذه ح س وعندي هنا س س عندها غير س، ما مشكلة ممكن تاخذ غير مثلا واحد، تكون مثلا هنا اثنين تمام، تكون هنا اثنين، تكون هنا مثلا ثلاثة، هذه قيم س مثلا متغير عشان البقع. اما قيم ح س هي قيم البوينت، اقول لك مثلا هذه بوينت مثلا ثلاثة، بوينت ثلاثة، انت تناظر اول خطوة مفروض اي قيمة هنا تكون بالبوينت تكون كتر، هنا عندي مثلا بوينت اربعة، بوينت اربعة تمام، هنا عندي بوينت ثلاثة مثلا، هذه بوينت ثلاثة. بقول لك هل هذا جدول يمثل التوزيع الاحتمالي؟ عندك الشرط الاول انه ما كل القيمة الاحتمالية ما تكون سالب ولا تكون اكبر من واحد، هذا محقق. الشرط الثاني انه مجموع القيم الاحتمالية هذه المفروض يساوي واحد، مجموع القيم الاحتمالية يساوي واحد، هذه اسمها شروط التوزيع الاحتمالي، اسمها شروط التوزيع الاحتمالي. اي توزيع احتمالي عنده شرطين، اي جدول عشان هذا الجدول يمثل لي توزيع احتمالي لازم تحقق شرطين. الشرط الاول انه كل قيمة من قيم ح س تكون كتر ما تكون سالب. الشرط الثاني أن مجموع القيم الاحتمالية اللي هي مج كتبه كده يا شباب بعدين، مج ح س مج ح س مجموع احتمالات س يساوي واحد، يساوي واحد. طيب أجمع هذه بوينت 3 وهذه بوينت 4 أصبحت بوينت 7 زائد بوينت 3 كلها بيساوي واحد، إذن هذا يمثل توزيع احتمالي. طيب نشوف من الأمثلة الموجودة عندنا، بين ما إذا كانت الدالة احتمالية أم لا مع ذكر السبب. هذه الدالة طبعا هذه قيمة المتغير سين
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. وهذه قيم الاحتمالية بسين بوينت اثنين بوينت أربعة بوينت ثلاثة اللي هي عندي هنا صفر. تمام؟ عندي هنا كم؟ صفر. طيب عشان نتأكد أنه هذه الدالة هي دالة احتمالية قلت عندي شرطين. الشرط الأول، الشرط الأول أن مجموع القيم الاحتمالية يساوي واحد. الشرط الثاني أن هذه القيمة الاحتمالية كل قيمة من هذه القيمة الاحتمالية تكون ماله؟ كل قيمة من هذه القيمة الاحتمالية تكون تكون قيمة كثيرة. طيب أشوف الشرط الأول، هل هنا في سالب؟ سالب ما في. طيب هل هنا عندي قيمة أكبر من واحد؟ لا، كل القيم بالبوينت بين صفر واحد، كلها محصورة بين صفر واحد. هل مجموعة بتساوي واحد؟ الشرط الثاني أجمع هذه بوينت 2 زائد بوينت 4 بوينت 6 زائد بوينت 3 أصبحت بوينت 9 زائد بوينت 1 أصبح بتساوي واحد. إذن الشرطين متحذبات. الشرط الأول كل القيم الاحتمالية محصورة بين الصفر والواحد، تمام، جميع الاحتمالات مالا موجبة تقع بين صفر وواحد. الشرط الثاني إنه مجموع القيم الاحتمالية بتساوي واحد. هذا جدول توزيع احتمالي. إذن الجدول أو الدالة هذه تمثل توزيع احتمالي. تمام؟ واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ مفهوم؟ واضح. طيب الجدول الثاني، بين ما إذا كانت الدالة احتمالية أم لا مع ذكر السبب. طبعا قلنا يا اخوانا قيم سي ممكن تكون سالب ممكن تكون موجب، لكن قيم سي ماله؟ ممكن سالب وممكن موجب، لكن ما فيها قيم كسريه. هذه قيم سي متغير عشوائي منقطع، بياخذ قيم صحيحه. والقيم لما نقول صحيحه معناها قيم ممكن يكون فيها سالب ويمكن يكون فيها موجب. يلا بعد ده شوف لي الشرط الاول، هل القيم الاحتماليه، طبعا شغلنا كله على ح س، شغلنا كله يا شباب على هذا العمود هنا ح س، هل القيم هذه فيها قيم سالب؟ هل القيم هذه فيها قيمة أكبر من واحد؟ طبعا لا. الشرط الثاني، طيب الشرط الثاني مجموعة القيم الاحتمالية مفروض يساوي واحد، أجمع هذه القيم هل تساوي واحد؟ يلا شباب أكبر من واحد اللي هي بوينت 2 زائد بوينت 4 بوينت 6 زائد بوينت 3 بوينت 9 زائد 5 بوينت 5 أصبحت بوينت 1.6 وهذه قيمة كبيرة جدا بالنسبة لنا، هي قيمة أكبر من اللي هي أكبر من واحد. إذا لم يتحقق الشرط، هذا هذه الدالة ليست دالة احتمالية، ليس دالة توزيع احتمالي. طيب طيب اعطانا جدول، قال افرض الجدول يا اخواننا في اي اختبار موجود مع جداول، هذه مهمة جدا تعرفها. بقول لك الجدول التالي يمثل التوزيع الاحتمالي. سؤال، بقول لك الجدول التالي يمثل التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي اكس، او ممكن عبد الله يقول لك الجدول التالي يمثل انتاج مصنع ما عارف اسمه سين. المهم في النهايه بعطيك جدول سين قيم سين وقيم حق سين. سين هي المتغير وحق سين هي قيم الاحتماليه لهذا المتغير. طيب قيم سين اعطت لها هنا صفر سالب واحد سالب اثنين واحد واثنين. قيم حق سين اعطانا بوينت 2 واعطانا بوينت 3 واعطانا كاف مجهول واعطانا بوينت 2 واعطانا بوينت 1. هذه قيم الاحتماليه. طيب نمرة واحد، اوجد ما يلي. هذه الاسئله يا شباب مهمه جدا لازم تعرف تتعامل معها. سؤال رقم واحد قال اوجد قيمه المجهول كاف، اوجد قيمه المجهول كاف. طيب انا عندي من الشروط الاساسيه للداله الاحتماليه، طبعا هو توزيع احتمالي معناه لازم تحدد الشرط الاول والثاني. الشرط الأول ما في قيمة احتمالية، ما في قيمة سالب،
والشرط وما في قيمة أكبر من واحد. الشرط الثاني مفروض مجموع القيم الاحتمالية يساوي واحد. طيب أنا عندي أجمع القيمة الأولى والقيمة الثانية والثالثة والرابعة، مفروض مجموع مثال واحد. طيب الأولى 0.2 زائد 0.3 تمام أصبحت 0.5 زائد 0.2 أصبحت 0.7 زائد 0.1 ناقصة واحد. الواحد هذا 0.1 هذا هو قيمة كف، هو قيمة كف. إذا عشان أحسب قيمة كف أحسب القيمة الموجودة كلها، الفرق بينه وبين الواحد يعطينا القيمة المفقودة هذه. الفرق بين الواحد والقيمة الموجودة في الجدول يعطينا القيمة الاحتمالية المفقودة. يعني إذا كاف تساوي كم؟ كم تساوي كاف؟ ها يا شباب كاف تساوي بوينت، أجمع كويس، بوينت 3 وبوينت 3 اللي هي أصبحت بوينت 6 زائد بوينت 2 أصبحت بوينت 8. إذا قيمة كاف هي بوينت 2، قيمة كاف هي بوينت 2. يعني لو حطينا بوينت 2 في مكان كاف هل مجموع القيمة الاحتمالية تساوي واحد؟ هذا هو السؤال. لو حطينا هنا بوينت 2 وأجمع القيم من جديد مفروض مجموع تساوي واحد طبعا لأنه جدول توزيع احتمالي، مفروض مجموع تساوي واحد لأنه جدول توزيع احتمالي. طيب أجمع بوينت 2 وبوينت 3 بوينت 5 وبوينت 2 بوينت 7 زائد بوينت 2 أصبحت بوينت 9 زائد بوينت 1 بيساوي واحد، وهذا هو الحل الصحيح. إذا قيمة كاف بيساوي بوينت 2. مفهوم يا شباب؟ قيمة كاف هذه في حد عنده فيها أشكال؟ كيف نحسب المجهول؟ واضح هذا مهم جدا وفي كل اختبار موجود لازم تعرف المجهول هذا تحسبه كيف. القيم مجموع القيم الاحتمالية الموجودة الفرق بينه مع الواحد، أو واحد ناقص مجموع القيم الاحتمالية الموجودة. ما تعمل لي مجموع القيم ناقص واحد تكون بالسالب لأن احتمال بالسالب ما في، لا يوجد احتمال بالسالب. واضح يا شباب؟ واحد ناقص القيم الموجودة، واحد ناقص القيم الموجودة. واضح؟ مفهوم يا شباب؟ طيب الحين قال لي اوجد حاء س تساوي صفر، القيمه الاحتماليه للمتغير س صفر، هذا هو س تساوي صفر. على طول يا شباب من الجدول نروح الحاجه المقابله لهذا الصفر، كم مقابل الصفر؟ القيمه الاحتماليه المقابله هي القيمه المطلوبه. اذا حاء س تساوي صفر حتساوي احتمال انه س تساوي صفر احتمال كم يا شباب؟ اللي هو 0.2 اللي هو 0.2. اذا كان قيمتنا في المجهول كان برضو حكون هنا عندنا خطا في قيمه اللي هي الاحتماليه المقابله للصفر، اذا هي 0.2. طيب القيمه الاحتماليه المقابل لسالب 2، القيمه الاحتماليه المقابل لسالب 2 كم هي؟ القيمه الاحتماليه المقابل لسالب 2 0.2. القيمة الاحتمالية المقابلة سالب واحد، القيمة الاحتمالية المقابلة لسالب واحد اللي هي 0.3. طيب حاء س بتساوي واحد، حاء س بتساوي واحد حاء س بتساوي واحد 0.2. طيب حاء س بتساوي 3، حاء س بتساوي 3، حاء س بتساوي 3 لا توجد صفر على طول ما دام هي ما في تكتب لي في الاختيار بعدين في الخيارات تقول ظهر الصفر اختار صفر. حاء س بتساوي 3 معناه بتساوي صفر ما في لا توجد. أنا عندي أكبر رقم هنا 2 خارج نطاق الدالة عشان كده بكتبه صفر، بكتبه يساوي صفر. طيب حاء س أصغر من أو بيساوي الواحد، حاء س أصغر من أو بيساوي الواحد معناه أجمع من الواحد هنا إلين هذه القيم كلها أصغر من الواحد. أجمع هذا 0.2 زائد 0.3
زائد بوينت 2 زائد بوينت 2 اللي هي بتساوي بوينت 9 تساوي بوينت 9 اجمع قيمه اصغر من الواحد كلها. طيب السؤال لكم انتم ح س اكبر من هذه تين يا شباب اكبر من او بتساوي سالب واحد اصغر من واحد اكبر من او بتساوي سالب واحد وس اصغر من واحد كم القيمه الاحتماليه هذه الارقام المحصوره بين سالب واحد والواحد اللي هي 0.5 القيمه المحصوره بين سالب واحد نفسه داخل معنا واللي هي القيمه بالنسبه للصفر اللي هي 0.2.3 زائد 0.2 اصبحت 0.5 الاجابه الصحيحه اللي هي هذه بتساوي 0.5. هذا بالنسبه لجدول التوزيع الاحتمالي. اليوم عرفنا كيف نقدر نكون جدول التوزيع الاحتمالي وعرفنا ما هو التوزيع الاحتمالي. قلنا التوزيع الاحتمالي علاقه بين س وح س علاقه بين س وح س. ثم بعد ذلك تحدثنا عن كيف نقدر نحسب القيم الاحتماليه المقابله. قلنا اي قيمه س عندها قيمه احتماليه مقابله لها. لو قال لي اوجد ح س بتساوي سالب واحد ما علي الا اناظر القيمه الاحتماليه الحاء المقابله لهذه القيمه تعطينا على طول ح س بتساوي سالب واحد. وكذلك تعرفنا على كيف نقدر نحسب القيمه المجهوله الاحتماليه المجهوله. قلنا هذه نحسبها عن طريق اللي هو طرح القيم الموجوده من واحد. لانه اصلا انا عندي في الاصل مجموع القيم الاحتماليه كلها المفروض يساوي واحد. اذا لما يكون عندي واحد معرفه القيمه الاحتماليه الموجوده على طول بيعطينا ايش؟ بيعطينا اللي هو القيمه المفقوده. ها في الاختبار ممكن سؤال اجابته على السؤال نعم ممكن سؤال اختبار ممكن سؤال اجابته تدل على السؤال السابق. يعني الحين انا لو كان هذا الكاف خطا باقي الاسئله كلها حتكون خطا. لو كان المجهول حسبته خطا باقي الاسئله كلها حقدر احسبها خاصه مش هذه باقي الاسئله مثلا لقدام. هذه جدول حنشتغل عليه حاجه اسمها التوقع على القيمه المتوقعه وحنشتغل عليه حاجه اسمها التباين وحنشتغل عليه حاجه اسمها الانحراف المعياري كله حنشتغل على هذا الجدول. يعني اللقاء القادم باذن الله حنتكلم عن حاجه اسمها القيمه المتوقعه والتباين. اذا حسبنا هذه القيمه خطا معناها القيمه المتوقعه حتكون خطا والتباين حتكون خطا وبالتالي تكون المساله كلها خطا. في الاختبار بتكون مقدمه سميها مقدمه السؤال بعطيك الجدول مقدمه بسألك انه في اربع خمسه فقرات فلازم تكون انت دقيق جدا في اجابه المجهول هذا مفهوم؟ نعم ح س بتساوي 3 لو اصلا ما عندك الرقم ممكن يقول لك ح س بتساوي 5 ما عنديش 5 على طول اقول بتساوي 0 لانه في 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 الصفر ما بكون في بكون معناته خيارات موجود صفر بقول لك صفر بقول لك هنا مثلا 10 بقول لك مثلا 15 كده بعطيك ارقام من ضمنها في الصفر انت تختار القيمه صفر لانه الصفر هي مستحيل تكون موجوده صفر يعني انه مستحيل وقوع الحدث احتمال بيسموه الاحتمال المستحيل الوقوع مستحيل الوقوع طبعا قلنا الاحتمال بتراوح بين رقمين اما ان يكون صفر ويكون مستحيل الوقوع او يكون واحد ويكون مؤكد الوقوع بعد ده اي قيمه احتماليه محصوره بين الصفر وبين الواحد قلنا هذا ممكن يكون سؤال اقول لك الاحتمال دائما وابدا محصور بين اعطيك مجموعه من الخيارات من ضمنها صفر وواحد دائما محصور بين صفر وواحد اي سؤال ثاني؟ خلصنا اللقاء خلاص عندكم اي اسئله؟ طيب لقاء اليوم تحدثنا فيه عن المتغير العشوائي وقسمنا المتغير العشوائي الى قسمين متغيرات عشوائيه متقطعه وقلنا من امثلتها عدد الطلاب، عدد الجامعات، عدد السيارات، عدد المساجد. اما النوع الثاني سميناه المتغيرات العشوائيه المتصله وقلنا من امثلتها اللي هي الاسعار، الطول، الوزن. وثم تحدثنا عن الداله الاحتماليه وقلنا هي عباره عن علاقه بين س وح س
بين كل قيمة احتمالية وقيمة بين كل قيمة مغير والقيمة الاحتمالية المقابلة لها. ثم تحدثنا كذلك عن جدول التوزيع الاحتمالي، ومن هذا الجدول قدرنا نحسب القيمة المفقودة سميناها كاف أو سميناها جيم. ثم كيف نقدر نحسب القيمة الاحتمالية المقابلة لكل قيمة من قيم المتغير سين، أي قيمة ممكن نحسبها. إذا كان القيمة سين ما في رقم كبير نكتب القيمة الاحتمالية بتساوي صفر لأنها أصلا ما موجودة عندنا. وبهذا بنكون وضعنا البنات الأساسية بالنسبة للمتغير العشوائي. اللقاء القادم بإذن الله في الأسبوع القادم الساعة 9:45 يوم الاثنين، طبعا كل محاضراتنا الاثنين والثلث والربع، الساعة 9:45 تبدأ المحاضرة. يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله نحاول نكمل فيه المتغير العشوائي، وحنشتغل على حاجة اسمها القيمة المتوقعة والتباين. واضح؟ أي سؤال؟ بعد الوقت الأسئلة لو موجودة. طيب ما في سؤال يعني؟ كل مفهوم؟ هذه الجزئية ممكن يكون فيها 5-6 أسئلة في الاختبار، عشان كده لا تكون مفهومة. مفهوم يا شباب؟ نعم، أخذنا قاعدة جمع الاحتمالات والضرب معنا، ما أخذناه؟ نعم كل هذه عندنا إن شاء الله. قانون الضرب معنا، لكن نحن ركزنا على قانون جمع الاحتمالات، ركزنا على قانون جمع الاحتمالات. وممكن في المراجعة برضو نراجع إن شاء الله بينا بعد، نجد المراجعة الباب الأول والباب الثاني نعملهم مراجعة مع بعض، حنراجع فيها إن شاء الله قانون الجمع والضرب للمرة الثانية. والله صح والله غلط، انت خلصت دوسين ليش في المحاضره؟ ها وين تسي بريمير يعني تعتيد
الجامعة يعني حق الجامعة. ايوه كنت لسه في البقالة دي.